أنا سعيد بوجودي في مدينة الشهداء ومدينة التاريخ، وتذكرنا في عدة محطات منها 45 900 و1000، وأيضا المناسبة كبيرة، ونعتبر هذا اللقاء هو لا صمام اثنين، يعني مؤتمر الصمام يتجدد في هذه المدينة بالذات. ولما نقول مؤتمر لا صمام اثنين، هذا تلبية لمطالب الثورة الشعبية ومطالبة نقول أغلبية الشعب الجزائرية بإعادة النظر وبجدية في بناء الجمهورية الجديدة. وشكرا.